معنى آية ولهم مقامع من حديد. كانت الغاية من سورة الحج هي الحديث عن أهوال يوم القيامة ودار الحساب، كما وتحدثت عن مدى عجز الأصنام والأوثان عن فعل أصغر ما يمكن فعله، ألا وهو خلق ذبابة أو حتى أصغر منها، مع تبيين قدرة الله على خلق كل شيء مهما صغر حجم ذلك الشيء أو كبر. كما بينت وشرحت مراحل خلق الله للإنسان، ومن بين آيات سورة الحج العظيمة قوله تعالى: ولهم مقامع من حديد. ويكثر البحث عن معنى هذه الآية وما تضمنه من مباحث لغوية هامة. إن معنى آية ولهم مقامع من حديد باعتباره سياق الآيات التي ذكرت فيه هذان فريقان اختلفوا في ربهم، أهل الإيمان وأهل الكفر، كل يدعي أنه محق، فالذين كفروا يحيط بهم العذاب في هيئة ثياب جعلت لهم من نار يلبسونها فتشوي أجسادهم، ويصب على رؤوسهم الماء المتناهي في حره وسخونته، وينزل على أجوافهم فيذيب ما فيها حتى ينفذوا إلى جلودهم فيشويها فتسقط، وتضربهم الملائكة على رؤوسهم بمطارق من حديد كلما حاولوا الخروج من النار لشدة غمهم وكربهم، أعيدوا للعذاب فيها، وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق. جاء في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي أن المقامع تعني السياط، وحدد القرآن الكريم مادة تلك السياط حيث قال تعالى: مقامع من حديد، أي سياط من حديد، فهي طريقة من طرق تعذيب الكفار الذين يجادلون في الله بغير علم. كما جاء في تفسير الآية أن مفرد مقامع هي مقمعة، والمقمعة أداة تشبه الجرز مصنوعة من الحديد، ويقال قمعت رأسه أي ضربته ضربا شديدا وعنيفا. ومن الدلائل على قوة تلك الآداة المذكورة في سورة الحج مقامع من حديد ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف قوة المقامع قوله سبحانه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض، ولو ضرب الجبل بمقمع من حديد كما يضرب أهل النار لتفتت وعاد غبارا.